تتواصل فعاليات الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية. ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو 123 فيلما من 50 دولة. كما يحتفي المهرجان بالسينما الألمانية ضيفة شرف هذه الدورة. بفرق استعراضية وعلى أنغام السمسمية انطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته 24، والذي يستمر من 14 حتى 20 من الشهر الجاري. مهرجان الإسماعيلية طبعا متخصص في الأفلام التسجيلية وفي الأفلام القصيرة سواء كانت روائية أو تحريك. المهرجان بيبقى فرصة للناس انها تتعرف على افضل هذه الاعمال اللي اتعملت في العالم كله خلال السنه الماضيه. دي الدوره ال 24، ده طبعا مهرجان دولي بتنظمه الهيئه العامه لقصور الثقافه بالتنسيق مع المركز القومي للسينما ومع محافظه الاسماعيليه. المهرجان الذي يشارك فيه اكثر من 120 فيلما يراه النقاد وكبار المصورين فرصه ذهبيه ليعود الرونق الفني والحس الدرامي للافلام التسجيليه، مؤكدين ان الفيلم الروائي القصير يعبر عن براعة وعبقرية صانعي. مهرجان الإسماعيلية بالنسبة لي يكاد يكون أول مهرجان حضرته بعيدا عن القاهرة والمهرجانات اللي بتقام في القاهرة، كان مهرجان الإسماعيلية ومهرجان الأسكندرية، واللي بتمنى للقائمين عليه كل التوفيق إنهم يكونوا اختاروا مجموعة من الأفلام الجيدة، والأهم من ده كله اهتمام شباب الإسماعيلية بالحضور ومتابعة السينما، عشان في المستقبل بإذن الله نشوف فيهم مخرجين كبار ومديرين تصوير كبار وسينمائيين كبار بإذن الله. والله أنا شايف إن الدورة الجديدة الدورة 24 شكلها من البداية فيها تميز. التميز ده جاي منين؟ إن أنا عندي 50 دولة مشاركة في المهرجان، أكتر من 110 فيلم موجودين. ألمانيا السنة دي ضيف شرف ولكن عندها 8 أفلام، 4 داخل مسابقة رسمية و4 خارج المسابقة. رئيس لجنة تحكيم مخرجة ألمانية كبيرة ليها تاريخ. عبقرية أن يكون فيلم قصير جيد هو عبقرية كيف تكثف لحظة عشان تعمل فيلم. وعايز أقول إن الأفلام القصيرة دي والتسجيلية طلعت لنا خير بشارة وطلعت لنا داود عبد السيد، فدي مفرخة لفنانين جايين لأفلام روائية طويلة، لكن أساسهم أفلام قصيرة وأفلام تسجيلية. ألمانيا والتي تحل ضيفا شرفيا في فعاليات المهرجان تشارك بثماني أفلام منها 4 أفلام في المسابقات الرسمية. نحن هنا في المهرجان الإسماعيلية ونشوف في الأيام أفلام من ألمانيا، وكمان فعلت ورش لليانج فيلم ميكرز هنا في من مصر. فعلت الورش في الإسكندرية وكمان في القاهرة لأربع أيام، وهلا اليانج فيلم ميكرز هنا في المهرجان كمان. الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية نجحت في تصدر محافظة الإسماعيلية مناطق الجذب السياحية فضلا عن مقوماتها التراثية. الحقيقة محافظة الإسماعيلية من المحافظات اللي بتتسم دايما بالمهرجانات، يعني على طول ما شاء الله حافلة دايما بالمهرجانات. مهرجان السينما التسجيلية لأنه بيوصف بأنه مهرجان الصف، ولكنه بيكون ليه إقبال جماهيري يعني واضح جدا، وأهالي الإسماعيلية بينتظروه من السنة للسنة. يعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأ أولى دورته في عام 1991.